يا شام عطرك يا شام حبي يعطر قدمي عالي المقام فينك ما راح ينتهي عطرك يا شام حبي يعطر قدمي عالي المقام جبينك ما راح ينحني تعالى رايات الله الله زين ساحاتي الله الله شامنا يا حكاية حب وياسمين شامنا بحناية رب العالمين عرفان انه عم نراقب الحارة شو عليه؟ الا ما التقى فيه له الوطي لا تخاف لك غريب جبل لجبل ما بيلتقوا بس بني ادم لبني ادم بدهم يلتقوا اوعك ابن مرة يعرف محله لكداس اوعك لا شو حدا يعرف ما يعرف لا
وعدلي صار بده بهدلة مرتبة. والله لا بهدل لك يا بهدلة وامسح لك في مطاهر الأموي. وبكره الصبح بتروح لعندي على الأرض بتقول له لكامل يجي لعندي ضروري لأنه في عنا شغل صعب وعلى الحارك. شو الشغل سيدي؟ من إجا بتعرف؟ يلا. وماجد، ماجد بدي إياه يطلع من الحارة على القبر وعلى الحارك. لا سيدي قصة ماجد بدك تطول بالك عليها شوي. شنو هلأ إذا عملناه هلأ وقتلناه رح نعرف إنك وراء قصة. أيوة مظبوط يا دب. أي معلم لا تأكل هم، يعني ما حنطول بالسيرة، رح نبيت له كم يوم بعدين بنسمع دعوته على مقدمة الجامعة. بيت له عقلة المالك. سلمك ابن عم. تعرفي فرحت كثير لما شفتك مع ابوك، مع انه بلادين الحرام ما خلوا بقلبي مطرح للفرح. تقبر قلبي يا تاج راسي، يلي صار صار وانت ما لك ايد في ابنه، الله يستفل فيهم. مايك حق، اللي صار صار يا كملي. تعرفي رجعتك لقلي بهالظروف شغله كبيره كبيرة كتير، وهذا بدل على أصالتك وأخلاقك وتربيتك. أنا طول عمري خدامك، أنت جوزي وتاج راسي. بارك الله فيك يا كاملة، وأنا ندمان على كل لحظة قاسيتك فيها وشكيت فيكي كرمال اللي الله لا يسامحها فوزية. في الله ابن عمي، في الله، الله بياخد حق الجميع. حق مايك. الله يرضى عليك يا كاملة، الله يرضى عليك دنيا وآخرة. ليش هيك عم بيصير معنا يا صبري؟ كل ما عم نحاول نقرب خطوة عم نبعد عن بعض عشرة. معقول ما تكون من نصيبي؟ الله لا يقدر، الله لا يقدر. وأنا كمان خايف. اليوم كنا جايين لعندكم ننهي القصة وكتب كتابي عليكي، بس انت عرفتي اللي صار في الحارة، وعيب علي هو اللي رجع يجوا معي من دون ابو عامر. اصبري يا فهمية، اصبري. Oh,
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة يا كريم حي على الفلاح يا الله أصبحنا وأصبح الملك لله حي على الفلاح الحمد لله يا رب بسم الله وين الولاء ويا على أمتي الصلاة خير لك يا عمد لك يا عمد لك وينك يا ستي لك يا عمد ولي على أمتي وين راح الولاء جيب هالولد لعندي هذا الولد ذاته صغير وما له زم الولد ما له فوتي ما له فوتي على هالبيت بنوب الولد صغير ومفكرك أبوه بس أنا مالي أبوه مالي أبوه بنوب هذا الولد ولد عندك بالبيت وانت اللي ربيته وصرفت عليه لصار بهالعمر شو ذنبه لحتى يتقلع من هون من البيت أختي كان عندي وراح هلا ما بصير يفوت على البيت لانه غريب عليك وعلى حريمي ما بصير يقعد معك ولا يلمسك بس لساته صغير وما بيفهم شيء بكره بيكبر بيكبر وبيفهم بس هلا اختي الله يخليك لبقى جيبي لي سيرته مو قادره اشوف خلقته ما بدك تشرب قهوه ابن عمي شلون بدي اشرب قهوه كله منها صار مثلنا بدلنا بحضوره وبغيابه اي والله
ابعتلي قتلي علي، ابعتلي قتلي علي. الحمد لله رب العالمين، الله ستر على فكريه وخطب عزه. خليني اروح جيبها من عند الست شهيره. والله عمرك اطول من عمري، كان بدي لك تروحي تجيبيها. ان شاء الله بتطلع على قبري تشكل قاسي. الله يخلي لي اياك الهي. لا بعيد الشر عنك، بس الله يرضى عليكي. من فوتك لبيت الست شهيره لا تعدي عندونا دغري، بتخلي فكريه تدك ملايتها بتجيبيها وبتجي. من عمي مو حلوة هيك، روح جيبها وجي، يعني على القليلة اشرب فنجان قهوة، اقعد مع النسوان، سلم على كاملة اللي طلعت من الحبس. لا تعملي لي هلا ضيفة وضيوف وسيرة تجيب سيرة وسيرة تاخذ سيرة، لا الله يرضى عليكي، بتجيبيها وبتجي. لا أنا بعمل هيك؟ حول ولا قوة إلا بالله. لا حتفوتي لعندهم على سيرة رايحة وسيرة جاي، والنسوان كل عمرهم على لت وعجل، وأنا اللت والعجل ما بحبه. أنا ما بحبه. إيه. بس من اخذت الدواء بوشك على البيت، ها ما بصير تحرك مطرحك، مرضك بده رياحه. امرك حكيم. معافى ابو جواد. الله يعافي قلبك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. برو فروك دقنه لبشير افندي منيح لحتى يطرى الشعر. حاضر معلم. عزو تعال شوف. مور يا بي. مسوك حلق له دقنه لبشير افندي. انا؟ ايه يلا. ايه يلا يلا. يلا عزو. بدك عزو يتعلم بدقني يعني؟ ولا يهمك، عزو بيعجبك، بس صار له فترة ما عم يشتغل. يلا ابني يلا، نعمل له دقنه لبشير افندي منيح. ايه لعيوني يا ابي، الله يسامحك يا بشير افندي، احلى قش الدقن هلا. يلا حاشا بكفي برو. ايه عمك. بسيطة حبيبي. يلا من حالك، شو عملت؟ ليش مو راغي له منيح دقنه؟ ليش مو راغي له منيح دقنه؟ تأخرت عليك يا مومو. يا أهلين تقبريني، خفت ما تجي والله. لا أيوه كنت جاي من امبارح لو ما صار اللي صار بالحارة مع أبو عامر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على اللي صار مع أبو عامر وشهيرة خانه. أي أيوة والله، الله لا يسامح اللي كان السبب. الله على الظالم، يمهل ولا يهمل. أي أيوة والله. يا مو جوزك أنت بدي يجيب لك بقية أغراضك. ليكو يا مو لحقني فيهم بالطنبور مع النجار والعتالي مشان يطبقوا الخزانة. الحمد لله رب العالمين. يا مو اي غرفه بدك تعطيني؟ رح اعطيك الغرفه الكبيره. الكبيره الي؟ ايه تقبريني الكبيره،
حلوة وشرحة وبتكفيكي انت وجوزك وابنك، ما بيغلى عليك شيء تقبريني. الله يخلي لي اياك يا امو. انا ما عندي اغلى منك تقبريني. تقبري قلبي انت. والله يا مرت عمي ما حدا خبرني انه ابو عز راح لعندهم منكم وخطب فكرية. والله هذا اللي صار امبارح. ايه بس كان المفروض حدا يخبرني صح ولا مو صح؟ حقك صهري، ما بعرف ليش ما خبروا. هلا بفهم من كلامك ام سليم انه جوزك ما راح يقارش الفكرية. اعوذ بالله يا شهيرة خانو، والله لو كنت بعرف بده يدقرها دقر فلكنت اجي لعنكم واخدها. شو رايك اخي ابو عامر تروح لبيت اهلك؟ ما بعرف اللي بدك اياه، انا بشوف انه طالما هيك صارت الامور خليها تروح مع امها. تفضل ابن عمي. يسلموا. تفضلي. يسلموا ايديكي. تفضلي شهيرة خانو. يسلموا. كاملي روحي قولي لفكرية طب الرابع. ايه على راسي. والله قد ما عملنا ما رح منكافيك يا صهر. لا يا مرت عمي، رب العالمين هو المكافي. عن اذنكم ابي سلمي لي على عمي ابو سليم. بيصل صهري بيصل. لا تجعلني فردا وأنت أرحم الراحمين يا الله. ربي لا تجعلني فردا وأنت أرحم الراحمين. وأنا من لما فوت لبيت أهلي ما رح أطلع منه لحتى إلك. ونحن مشان هيك رح نضل نزورك ونطمن عليك. بس اللي بدي اياه مني ديري بالك على الولد اللي ببطني، هذا اماني عندك لحتى يكبر ويصير رجال ان شاء الله. وانا كل ما صار لي رح اجي شق عليك. إن كيف لك عم عليم الله انتم صرتوا مثل اخواتي وما حدا فيكم قصر معي. والله العظيم رح اشتاق لكم كثير. تشتاق لك مكه يا حق والعائله. يلا بنستاذن خاطركم. الله معك. يا سلام يا ام سليم. مع السلامة. الله يسلمكم يا رب. الله معكم. هلا ابن عمي صار ياخذ راحته بالفوتو وبالطلعة، مو هيك شهيرة خانو؟ هيك بنصيام. يلا كمولة، تعي نوضب الطبخة. يلا قوام. آه يا أمي آه. أخوكي تركني وراح أخذ كل أغراضه صفياني لوحدي. الله يهون له يا أمو بعين الله. تفضلي. شلونك أنت وجوزك يا أمو؟ إن شاء الله مناح مبسوطين. الحمد لله يقبرني ما في منه، بكفي إنه بحبني يا أمو. إيه الله يديم المحبة بيناتكم ويوفقكم يا بنتي. الله يسمع منك ويطعم لكل بنت رايد السترة يا رب. يا أمو مطيع آدمي وفهمان، ديري بالك عليه. كيف لكان؟
والله لحطه بقلبي وعيوني. الله يوفقكم وييسر لكم امركم لبنتي. الله يسمع منك. يامو شو صار مشان جوازة اخي صبري؟ مثل ما سمعتي من جوزك يامو تعسري. مسكين شو حظاته قلان. ايه والله لبنتي ايه والله هو وياها حظاته نقلان. بس ما بيصير الا اللي كاتبه رب العالمين. طيب ما في شي طريقه ليتجوزوا؟ اذا قالوا نصيب عليها بده ياخذها لو شو ما صار. يا رب الله يسمع مني. فوتي تقبريني فوتي. يا ميت اهلا وسهلا. اهلين وسهلين. نورتي بيت ابوك تقبريني. تقبريني اشتقت لك. وانا كمان اشتقت لك نور البيت. يا الله اشتقت البيت. شو بك اختي؟ ليه عم تبكي؟ تذكرت زهرية. الله يصطفل باللي كان سبب موتها. الله يصطفل فيها. طولي بالك اختي، بكره الله رح يحرقها بنار جهنم حرق. تعالي اختي نفوت لجوا. اذا كان بدك تجوزيني يا اختي ولا بد دورين على حرمة أرملة عند أولاد صغار. خليني أنا ربيهم وصير أولادي. يعني ما رح تسمعك بنتي وتروح على المستشفى وتتعالج؟ شو رح استفيد يا شهيرة؟ شو رح استفيد؟ أنا هيك الله خلقني عقيم. يعني لا رح ينفع معي دواء ولا مستشفى. يا أخي شو خسران إذا رحت أنت على المستشفى وشافوك الحكمة؟ بركي اكتشفوا عندك شي مرض انت كنت غافل عنه. مرض مثل شو؟ انت وصغير وقعت وقع على ظهرك كتير قوية. بركي هي أثرت على جيب الأولاد. شو الحكي؟ معقول؟ ايه لأنه بوقتها كانت الوقعة قوية وكنت رحت فيها لا سمح الله. تنذكر وما تنعاد. تنذكر وما تنعاد. مع ذلك دوري على وحدة أرملة لك أختي. يعني شو بفهم منك؟ رح تروح على المشفى ولا لا؟ خلاص اختي خلاص رح اروح. توكل على الله وانا ما رح شف لك الأرملة لحتى نعرف النتيجة من الحكمة شو هي. ايه سيدي اليوم بعد نص الليل رح يجي لعندك كامل وهو جاهز لأي شيء بدك اياه منه حتى لو قلت له كرفت حالك. وليش كل هالقد مالي ايدك منه؟ مو كشفت له شو عامل الواطي؟ ايوه شو عامل؟ انت سالتني سيدي. مو هو اللي طلع سارق غله ابو عامر وحطها بظهره العدلي وهو اللي ضربه للحارس ابو جواد على راسه وفزر له اياه. وغير هيك هو كان السبب ورا حريق بيت الفحام. تتذكروا الحريق اللي ماتوا فيه ولادهم صغار؟ نعم هذا الواطي سبب موتهم اولاد الفحام. ايه سيدي. انت شلون صار عندك علم القصه؟ فلاويتي قعدت معه وخليته يقرا على كيف يعملوا. مش كان عامل كل هالعمايل مثل ما عم تحكي والكبيره بيناتهم موتة اولاد الفحام؟ انا حيساوي كل شيء بدي اياه على دوزبار. وانت مساكت سيدي انت مساكت. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلين صفا. وين بلاقي المعلم أبو عامر؟ بالبيت. شو بدك منه؟ يعطيك العافية. وين صخور؟ رايح لعند المعلم على البيت. بدك منه شيء؟ الله ييسر لك. Thank you.
صياح. السلام عليكم. اهلين اهلين عمي صخر. شلونك عمي ابو عامر؟ اهلين يا بيت، اهلا وسهلا. شرك يلا قوم صياح. يلا يلا يا تيتي، قوم تقبرني، قوم كلك لقمة حبيبي. تيتي يا عيوني يا تيتي، قوم تقبرني قوم. يو تيتي يا تيتي تيتي يا على قامتي ان شاء الله مثل الله. ولي علي ليك شو عم يزخ العرق من وشه، ولي على عيوني شبك تقبرني شبك حبيبي حبيبي. لك يا تيتي ولي على قامتي شو عمل بحالي انا هلا، يا ربي دخيلك شو عمل بحالي. ولي علي يا لطيف يا لطيف. شو طلبك صخر؟ مالي عندك طلب، بس جاي خبرك شغلي. خير؟ غريمك الندل عن جماعته بالرجا. مين؟ قداس راح لعند المنون من ساعة ما هو صليك وهرب. وهي الخبرية منين جبتها؟ من أبي مالي، من أبي. شنو أبي كل يوم عم يسهر هو وياه عن جماعته بالرجا. الواطي الندل مكتور الخير صخر، واجبي إني خبرك يا مالي، وأنا ما راح أسألك إياها طول عمري، وأنا بخدامتك يا كبير الشام. استغفر الله. شوف حالك ايه بدا ما بتحب تروح تجيبه لعندكم، بس اعطيني خبر اشاره صغيره لحتى اروح معه. كل مالك عم تكبر بعيني يا كبير. الله الكبير مالي. يا رب. وين صخر؟ اسمح لي أولا. عندي شويه شغل. علي الحلال لتقعد. بامرك. اهلا عمي صخر. والله احلى صياح. وين الغدا جاهز عمي؟ تفضل عمي، الغدا صار جاهز. تفضل. ما بدي تزهرة، ما بدي اكل. الله يخليك، خلينا نتغدى. لا خلاص ننكت مي، ما بتفهمي الحما ضربي، قلت لك ما بدي تزهرة. شيت. طيب خلاص نام. شو بو عمي طالع خلقوا علي؟ والله ما بعرف شو صاير له يا إلهام. الله يهدي باله يا رب. شو وين رايحة إلهام؟ بدي روح على قوطي. ما بدك تتغدي؟ بس اجي صخر باكل معه. الولد ضعفان؟ ولي على قلبي مثل الله. ولي على قامتي إن شاء الله. لازم ناخده لعند الحكيم. لك الله لا يوفق لي كان السبب إلهي يا حق. شفتي؟ شفتي ترباتك العاطلة لكداش شو كانت آخرتها؟ هي بعد ما أخي أمنوا على بيته، شوفي شو طلع منه هالواطي. معك حق يا شهيرة خال، أنا غضبانة عليه ليوم الدين، أنا عملته الوسخة. الله لا يوفقه يا رب. إي والله أنا ندمانة على هيك ترباية ربيته يا أخي. شو عاد ينفع الندم يا أم كداس؟ خلينا هلأ نشوف الولد ونجيب له الحكي. مثل ما تريدي يا شهيرة خال. أنا رح خبر أبوه. استغفر الله العظيم. أنا رح خبر أخي أبو عامر وذك ملايتي وإجي معك يا إن شاء الله. يلا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لك ما شاء الله يا شهيرة، أنا شو دخلني؟ أنا شو دخلني؟ الولد ضعفان وما له ذنب. شوف إذا صار له شيء اخطيته برقبتك. أنا؟ إيه؟ شو ذنبه الولد لحتى تعاقبه مثل أمه؟ شو ذنبه إذا أمه أذنبت؟ بس يا شهيرة الله يخليكي. شوف إذا الولد مات أنت المسؤول ورح تتحاسب قدام رب العالمين. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. خلص أختي روحي سوي اللي برضي رب العالمين. روحي. الله يهدي بالك تبقى. الله يهدي بالك. إن شاء الله.
يا الله يا الله يا الله. تفضلي شهيرة خانم، تفضلي حبيبتي يا ميت، أهلا وسهلا. يبعت لي حمام عليه إن شاء الله. قولي على عمتي يبعت لي حمام إن شاء الله، سخطان كتير ولازم حكيم يشوفه. يا ريتني أنا ولا هو. كله منك يا أم كداس، شلون خليتيه يطلع من البيت وبدون ما تحسي؟ ما رد علي يا شهيرة خالهم، طعت قلت له لا تروح وراح وتركني. الله يصلحك يا أم كداس، الله يصلحك. عمتي شو يا عيون عمتك؟ خديني لعند أبي. يا تقبرني يا تقبرني إن شاء الله. ما دخلني ماما، ما دخلني بالدابي. يا عمتي إن شاء الله، يا عمتي عليك. أنا بحبك عمتي، وأنا بموت عليك يا روح عمتك. تقبرني إن شاء الله، بعد حما عليك. مكداس روحي بسرعة وجيبي أبو جميل. يلا. إيه على عيني على عيني حبيبتي، عن إذنك تقبريني، ما بطول وحياتك. الله لا يوفق اللي كان السبب. إلهي يا حق، الله لا يوفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل ما أجيت لأحكي معه كلمة بيعاملني وكأني وحدة غريبة أو عدوة إله يا ابن عمي. لا شو عدوة ما عدوة، هي الكلمة ما بسمع من تمك بنوب لها. الله وكيلك هيك عم يعاملني. معلش بدك تطولي بالك، أصلا أبي ما بعرف شو صاير له هالكام يوم، حتى أهل الحارة مش تلقين عليه. طب من شو صاير معه شيء؟ وحياتك ما بعرف، ما انا هذا الشيء اللي محيرني ومجنني. بس قال لي انه عنده شغله عويصه بده يلاقي لها حل، بس شو هي الشغله صدقيني ما بعرف. يعني ابوك ما بيكرهني صخر؟ ولو يا اله، شو هالحكي؟ معقول في حدا بيكره مرت ابنه؟ بعدين لو بيكرهك ما خلاك تدوسي عتبة باب البيت. ها ريحت لي قلبي ابن عمي. معلش الهام، بدنا نطول بالنا، اعتبريه بمقام ابوكي، وانا شايفه انه حامل حمل كبير كتير على كتافه، بقى بدنا نطول بالنا ونسايره. انا كرمالك مستعد اتحمل العمر كله، عليم الله عندي ابي مقام ابي يا صخر. الله يرضى عليك يا بنت الاصول. الله يتلطف فيه ويعافيه ويشفيه الهي يا حبيبي. يا رب دخيل اسمك. ابو جاب شيء ولا امي؟ الكبار بيغلطوا والصغار بيدفعوا ثمن غلطتهم. يبعتلي حمى على الغلطه. يلا خير خير يا جماعه خير. طمني يا اخي ابو جميل. والله حاله الولد ما بتسر بنوب يا شهيره خانم. يعني حالته خطره؟ يعني حرارته مرتفعه، واذا ضل هيك لازم ينزل على استخانه مشان يشوفوا حكيم ولاد زهر. استخانه؟ ايه، هنيك بيعملوا له تحاليل وبيعرفوا ليش ما بتنزل عنه هاي الحراره. ومين بده ياخده على استخانه؟ ابو عامر، وانت بتعرفه منيح يا اخي. الله يكون بعونه. على كل حال أنا رح أروح على الدكان يجيب له دواء ويجي مشان ياخده في مواعيده. بس ما نزلت حرارته لازم ناخده على استخانها. إن شاء الله هيك بيطيب على يدك يا أبو جميل. الله كريم الله كريم يا شهيرة خالي، الله كريم. كتر خيرك يا ستي. خير الله خير الله، الله يعافيكم إياه ويهدي بالكم يا رب. آمين يا رب. يا ستي أنا رايح الدكان يجيب الدواء وإجي، بدكم مني شيء؟ سلامتك. في حدا برا؟ لا ما في حدا. السلام عليكم. وعليكم السلام، الله معك. مكداس. نعم شهيرة خان. بدي منك تديري بالك على عامر وتعطيه دواء اللي بده يجيبه أبو جميل على وقته. هلأ الولد صار أماني برقبتي. تأمري شهيرة خان. وأي شيء بيصير معي بتخبريني دغري. ها فهماني؟ فهمان فهمان. يلا بخاطري. الله معك الله معك شهيرة خانم، الله معك. يا رحمك عليك، الله يعافيك يا ابني، الله يعافيك يا حبيب قلبي. انت يا حبيبي، انت الله يعافيك يا حبيبي. Thank you.
حبينا نخليك تبدي فيه. لك ليش يا دعدوش ليش؟ قلت لك بدي اشوفه لو بصخر. وليش بدك تشوفه؟ لك بدي اعرف شو صار بالحارة. شو بدي يصير يعني؟ لك شو بك دعدوش؟ بدي اعرف ابو عامر اشكان مات ولا لساته طيب؟ ليش انت لما ضربته بالفرد ضربت قوي ولا ضربت جبان وخسيس؟ لا يا دعدوش يا باطل عليك، هي قدحته ضرب بنص قلبه. معناتها مات. لو مات كنت سمعته انا هون. مو هذا اللي هممني هلا. كان شو همك لك كتاس؟ اخ اخ. يلي هممني اعرف شو صار ببيت ابو عامر وبس. خلص اختي خلص، انا شو فيني اعمل له يا جماعه؟ شو فيني اعمل له؟ ابو جميل عم يقول انه الولد مريض ولازم يتاخذ على الاستخانه. ابو جميل بتولى امره، انتهى الموضوع. لا تكون قاسي يا ابو عامر. اختي الله يخليك ارحميني. اش كان امه غلطه؟ ما بصير تصلح الغلط بغلط اكبر منه. وإش كان هالولد صار له شيء؟ ساعتها رح نتحاسب كلياتنا قدام رب العالمين وأولهم أنت. شهيرة خانم معها، الله يحن عليك حن عليه للصبي. خلاص خلاص، هذا الولد ما بيسمع اسمه بأبو. جيناكم يا أهل الدار، جيناكم كبار صغار، جينا وما لقيناه